لماذا الآباء والأزواج والذريات؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يسير في طريق الحياة وحيداً غريباً، يحتاج للسند، الأب والزوج والذرية الصالحة. فمن صلح من الآباء والأزواج والذريات ألحقهم بهم كرامة لهم ورفعا لدرجتهم. لأجل أي شيء؟ لأجل أن ساندوه. إذن الإنسان لا يمشي وحيدا في الطريق، فإذا هيأ الله له الصالحة من أب أو أم أو زوج أو زوجة أو ذرية، فذاك نصيبهم من الدعاء. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم